يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى بأن طلب الميت بأن يدعو لك، أي يدعو الله لك، أن ذلك من البدع، فهل هي نفس المسألة؟ هذه بدعة شركية، هي من البدع لكنها بدعة شركية، تفهم أنها بدعة يعني محرمة فقط، هي بدعة شركية، الشرك يسمى بدعة. نعم. أقول فهل هي نفس المسألة التي نبه عليها فضيلتكم في أول الدرس؟ نعم، أنا نبهت على فهم، ما نبهت على كلام الشيخ، نبهت على فهم هذا الناقل. كون الشيخ يقول هذا بدعة، ما قال هذا بدعة وسكت، أو هذه بدعة شركية، شركية، هذا قصد. نعم. مثل كلامه هنا، كلامه هنا صريح، فلماذا يأخذ كلامه هناك المجمل ويترك كلامه الصريح هنا؟ نعم.